كثره المعاصي والمنكرات غلاونه كلاديرش وقله الامر بالمعروف او كلاش امر بالمعروف ختمش غلاونه ديرش او سوق مؤشرك ني تشدي دي غلاونه ردوكي نبي ابو دي خلق بني عذاب راجي زينب بنت جحش رضي الله عنها تسوق ده بدل الرسول سن بيبي ده والرسول صلى الله عليه وسلم او فيرك يو او دوي لا اله الا الله سجل يا رسول الله ويودش الشر دي تبعي ده خلق ده بارا نجدير روان ده الشر سده وينن دي ياجوج وماجوج كم ديوال لي داغين الدوم رزي كولاو شو دوم رزي دي كولاو شو ودي سبدي قوتو يشارو قالت زينب بنت جحش ندي بيبي وتوي يا رسول الله تويدا شر روان دي أنهلك وفينا الصالحون ولذا عذاب هم رجع نهلك أنهلك في وفينا الصالحون ده عذاب هم من رجع نيكار خلق بمن كشتي وده نيكار بكمري قال نعم إذا كثر الخبث أو تكل قنون سشي زيادش بيو بكي مليان أمزي مجاهدين بمزي نيكان بمزي بزرگان بمزي طول بابكي زي ده دير عجيبه حديث ده الانسان بزرگي سخت يره راولي هذا حديث بخاري ومسلم راولي.